لتسليط الضوء أكثر على صراع النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق ومعركة كسر العظام بينهما والتي اتخذت من العراق ساحة لها، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي. دكتور نعم الراوي، بداية مرحبا بك. في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا للعودة للاتفاق النووي الإيراني، لا تزال إيران تنتهج المراوغة سياسة لها، ما هو يعني الدور الذي ستلعبه الميليشيات في العراق الموالية لإيران في هذه المعركة من وجهة نظرك؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك. ومشاهدينكم الكرام. طبعا أمريكا بعد ترامب أصبحت منفتحة دبلوماسيا على إيران، وإيران جعلت من نفسها قوة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك أنه استخدمت قوتها الميليشياوية في المنطقة. نعم. وبدأت تضغط على رئيس ضعيف متهالك ليس له عجوز منتهي، يريد أو يطالب بود إيران كما كان سلفه الذي انتهى وبدون رئيس أوباما. من فتح على إيران أكثر من اللازم بدون تحقيق أي نتائج تذكر للسياسة الأمريكية. لهذا إيران انتهجت أسلوب الميليشياوي، وهو الضغط على المناطق الحساسة الموجودة بها القوات الأمريكية أو النفوذ الأمريكي. ولهذا كان النفوذ الأمريكي في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. اليمن صعدت من نفوذها ومن ضرباتها ضد أهداف داخل الأراضي السعودية. في العراق الآن كل المناطق اللي متواجد بها النفوذ الأمريكي تتعرض لهجمات، سواء كان في أربيل، سواء كان في المناطق الأخرى في داخل العراق. لذلك الآن بدأت أمريكا تتودد إلى التقرب من إيران في سبيل أنه تكون القوات الأمريكية في الأراضي العراقية ليست هدفاً للميليشيات المتحالفة مع إيران. وهذه الميليشيات هي ميليشيات تابعة لإيران، وإيران تعرف أنه هي تريد تنقل المعركة من أرضها إلى الأرض الأخرى. كيف ترى تأثير استخدام إيران للميليشيات الموالية لها على أمن العراق خلال المرحلة المقبلة؟ أخي الكريم، هذه السياسة اتبعتها أو أخذتها من سياسة الكيان الصهيوني، وهي نقل المعركة إلى الأرض الأخرى، أي أرض العدو. أي بمعنى أنه العراق بالمفهوم الاستراتيجي أنه هو امتداد للأمن القومي الإيراني، وفي نفس الوقت هو ساحة صراع نفوذ أمريكي إيراني. ولذلك أنه تصبح القوى الميليشياوية في العراق هي صمام الأمان للنفوذ الإيراني والسيطرة الإيرانية وجباية الموارد الاقتصادية والسياسية للنظام الإيراني. ولذلك أنه لما كان الحصار موجود على إيران، كان المنفذ الوحيد بأساليب متعددة، بأساليب قدرة، أخذت كثير من الأموال العراقية وصرفتها على الميليشيات وعلى داخل الأراضي الإيرانية، وكثيرا من بعض المصادر. أستاذ نعمة، لطالما ألقت واشنطن بالمسؤولية في الهجمات التي تقع ضد مصالحها على الميليشيات المدعومة من إيران، إلى أي مدى تتوقع ردا محتملا من بايدن على تلك الميليشيات كما فعل ترامب قبله؟
أعتقد أخي الكريم ضمن السياقات اللي نقدر نقرأها من خلال التخادم السياسي، خلينا نسميه التخادم السياسي بين القوى الأمريكية والنفوذ الإيراني، هنالك نوع من المهادنة، نوع من المهادنة من قبل أمريكا وليس من إيران. إيران تضغط لتنفيذ سياسة تجبر أمريكا على الانصياع لمتطلبات البرنامج النووي، ولهذا أنه بالتأكيد الأيام القادمة ستكون ضربات لبعض المواقع الأمريكية وضربات لبعض المواقع في داخل السعودية لإجبار أمريكا على الانصياع ولو جزئيا، ليس كليا، ولو جزئيا للمطالب الإيرانية في تسوية البرنامج النووي. قائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي قال أو أكد أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لسحب القوات الأمريكية من العراق. كيف تقرأ هذا التصريح؟ أعتقد أنه من السذاجة بمكان لأي شخص يفكر بأن أمريكا جاءت إلى العراق لتنسحب منه. أعتقد ضمن المفهوم الاستراتيجي، ضمن المفهوم الألف باء، أنه صرفت تريليونات من الدولارات لغزو العراق بمفهوم غالط خاطئة، وهو أنه سلاح الدمار الشامل وغيره وغيره، والآن تضحي بهذا النفوذ بهذه المنطقة الاستراتيجية لمسألة لصالح إيران. لا أعتقد ذلك، سيكون هنالك صراع نفوذ داخل العراق من قبل أمريكا ومن قبل إيران، وتكون المنطقة هي عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية وعسكرية. شكرا جزيلا دكتور. عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لك.